النائب ميشيل معوض يعني اللي كان عنده كلمة لافتة بمجلس النواب، واليوم عمل تويت غريب يعني بيقول في لا طاقة للبنان على دفع الديون كما هي من ودائع اللبنانيين، بيقول أؤكد ضرورة إعادة هيكلة الاستحقاقات المالية المقبلة لأن لا طاقة للبنان على دفع الديون كما هي من ودائع اللبنانيين، إنما ضمن إطار خطة إنقاذ شاملة ومفاوضات شفافة مع الدائنين، لأن عدم الدفع من دون هذه المفاوضات لازمة سيعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر لا تحصى ويسرع السقوط الشامل. أستاذ ميشيل مساء الخير استاذ مارسيل، لك ولضيوفك وللجمهور اكيد. نحن كنا حابينك تكون معنا بس انت عندك ارتباط عائلي ونحن سحبناك منه، بس لانه خليني افهم بشغلي انه كانك انت عم بتقول نحن اليوم اذا ما عندنا خطه واذا ما عندنا يعني مشروع واضح واذا ما عندنا بقى متسع من الوقت علينا ندفع هذه الاستحقاقات. استاذ مارسيل اللي عم بقوله هو عمليا يعني منطق متكامل. عم بقول اولا السؤال انه هل لازم نعيد الهيكله او ما نعيد الهيكله ما انه مطروح، لانه الدوله ما بقنا قادره تكمل تدفع كانه ما في شيء، ما بقنا ما بقى عند المصريات اي دولار عم تدفعه، اولا عم تدفعه من مصريات المودعين، وثانيا بواقع شح الدولارات اللي عنا اياهم بدنا نختار بكل دولار عم نصرفه عم نعمل شيء على حساب شيء، وهيدا قرار كثير صعب لاي مسؤول انه يعمله. ولكن عمليا فإذا السؤال هل لازم نعمل إعادة هيكلة أو لا، أنا برأيي هذا السؤال مش مطروح، أكيد بدنا نعمل إعادة هيكلة. إذا السؤال أمتى، بجاوبك مبارح. السؤال الأساسي لازم ينطرح هو كيف، هل لازم نعمل إعادة هيكلة ضمن خطة إنقاذ يعني معناتها على السياسة النقدية على السياسة المالية على الإصلاحات البنيوية ككل مترابط ومتكامل ونعمل مفاوضات على أساس هالخطة، أو لازم نقرر هيك منا لحالنا قررنا نوع الصبح بتسعة أذار ما ندفع وبعدين بنشوف. الفرق بين اثنين شاسع، يعني الفرق بين اثنين إذا بدي أقرر لك مثل رجل ومرأة قرروا يطلقوا، نعم في فرق كبير أنه بنعمل طلاق حبي انطلاقا من تفاهم وأكيد بنوفر على اثنين كتير من المصاعب، او بنعمل طلاق مع مشاكل وصراعات ودعاوى ومحاكم وبنعرف انه هذا بالنتيجه لوين بتأدي، للرجل للمراه وللولاد. فاذا هذا الفرق بين انه نقرر هيك نوع ونعمل ديفولت ولا، واكيد اذا قررنا نعمل ديفولت بدون خطه متكامله بدون اصلاحات بدون ما نفاوض، اكيد نحن يعني الكل بتصور صار عارف انه بيصير بيستحق كل السندات على الدوله فورا، هيدا إلى بدنا نروح على معارك أقول قانونية نعرف وين منبلش ما بنعرف لو تنتهي على شو. بصراحة أستاذ مارسيل أنا سألت ثلاث محامين مثلا على التهبات على الطيارات طلع لي أربع آراء، وهيدا تأكيد أنه ما حدا عنده جواب كامل لوين ممكن أنه نوصل بهيدا الموضوع. يعني أنا يعني حصلت على دراسة عملوها مكتب محاماة بنيويورك وترجمناها كل بعد الظهر، يعني الأمور واصلة للحجز مثل ما قريت، ما بعرف موريس عنده إياها مع مواد قانونية، يعني مثل ما قال كمان دان حسب العقود المعمولة كمان مع الـ مع الـ مع حاملي اليورو بونز أنه في بيتم الحجز على انترا للاستثمار الميدل ايست كازينو لبنان، وهيدي الشركات تملك عقارات ضخمه باوروبا مثل انترا وكمان موجودات شركه الميدل ايست. يعني الواضح انه حنروح على طلاق مكلف كتير بده يرجع يرتد على المودع وعلى اللبناني وعلى اقتصادنا، مشان هيك السؤال كيف بدنا نعمل خطه باسرع وقت، بدنا نروح على مفاوضات لاعاده الهيكله، وهيدا اكيد مسؤوليه الحكومه تتوصل بخطة متكاملة، ولازم توعى على كل يوم تأخير بهذا الموضوع وبغيره حيكلفنا بلاوي. يعني إذا الحكومة قادرة تعمل هالخطة بأسبوع بيكون عظيم، إذا بشهر بيكون عظيم. أنت بتعتقد يعني رح تقدر تعملها بأسبوع؟ ألو شو؟ أنت بتعتقد رح تقدر الحكومة تعمل هذه الخطة بأسبوع؟ هي أنا بشك، بس الحكومة بدها تجاوبنا أكيد. أنا أستاذ مارسيل لو كنت مقتنع أن هالحكومة جاهزة كنت يمكن أعطيتها الثقة، ولكن إيه طبعا مش هناك. انا قلت ان الحكومه ببيان الوزاره حكيت بكل شيء الا باللي مطلوب انه تحكيه. يعني عمليا نحن عمليا اذا نحن ما دفعنا
استحقاقاتنا رايحين على انهيار؟ اكيد رايحين على انهيار، اكيد الكلفة بتكون اكتر. مشان هيك انا قلقني اليوم اللي تسرب للاعلام من اجتماع بعبدا استاذ مرسال، وقت يعني طلع من الاجتماع انه مسألة القرار الدفع او لا دفع منه فقط بقى مسألة تقنية، بل صارت مسألة سياسية تتعلق بالتداعيات الشعبية. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انه نحن منخاف من ردة فعل الشارع، والدليل في كتير الناس موجودين هون بالستوديو خيفانين اذا الدولة دفعت هذه الاستحقاقات انه بيخافوا على ودائعهم. انت كيف بتطمنهم ميشيل؟ استاذ مرسال انا ما فيني اطمنهم، انا كل اللي فيني اقول لك اياه هو الاتي. اولا هالحكومة اليوم بنفس النهار اللي قالت خايفة من تداعياتها بالشارع قالت انه هيدي حكومة تلتزم ما تنزل على الانتخابات. يعني عظيم. هالحكومة مش مفروض تعمل شعبية. أنا برأيي هالحكومة أكيد بدها تعمل تغيير جوهري بالسياسات النقدية والمالية وإصلاحات بنيوية تنقذ اقتصادنا من الانهيار الكامل اللي نحن موجودين فيه، وأكيد بدنا نغير النهج اللي كان قائم، ولكن مش تنوقع بشعبوية. هيدا قرار وطني كبير وصعب، ما فينا ناخده بمنطق شعبي. وبتقول إذا بتسمح لي هون أستاذ مرسال أرجع أعطي مثل صار معنا بهذا الموضوع. تتذكر أنا ما كنت نايب بعد بوقتها، تتذكر موضوع سلسلة الرتب والرواتب؟ صحيح. بتتذكر وقت كنا عم نقول أنه السلسلة حق ولازم تنعطى، ولكن كيف؟ لازم نعمل أصلاحات ومن ثم سلسلة. صحيح. فتنا بشعبوية رح نعملنا السلسلة وقلنا بعدين بنشوف شو بنعمل بالأصلاحات. وصلنا للي وصلنا له، الكل صار معترف انه اذا اعطينا ليره للبنانيين بالسلسلة سحبنا منهم هلا نتيجه الكارثه لانه ما عملنا اصلاحات اضعاف واضعاف اللي اعطيناها. فاذا انا عم اقول مطق اصلاح ومن ثم سلسله، هيدا معناتها اصلاح وخطه انقاذ ومفاوضات ومن ثم اعاده هيكله، مش العكس. لان العكس بنكون عم نعطي شاك على بياض الحكومه انه تعمل قرار شعبوي اليوم، ما تعمل الاصلاحات فيما بعد ونوقع بكارثة كبيرة بهذا الموضوع. شكرا ميشيل معوض. على كل لبناني وعلى المذيعين، اول الناس حيدفعوا ثمنه. كثير خطير الكلام اللي قاله ميشيل معوض، شكرا لك استاذ ميشيل.